الشباب ديالنا ما شاء الله بينو الرجوله ديالهم وحنا مفتخرين بهم ودينا كاس ولا ما ديناش شي كاس اهم حاجه ان احنا فرحنا وكنا محتاجين فرحه قازت علينا كورونا جا محتاجين نضاف السياسه وقيف جا كريسي جا الغلا حق ملي جا ملي جات الكره ملي جا المونديال الحمد لله نسينا في كل شيء اللهم لك الحمد وحنا مفتخرين بالشباب ديالنا الله يسرهم والركراك تبارك الله عليه رمز الفخر رمز الفخر كنفتخروا به وكل ام كتمنى يكون عندها شباب بحال هادو كاملين اولا ما شاء الله ايمان تقوى ادب اخلاق هادشي اللي كنتمنوا والله يوفقنا للخير كاملين وان شاء الله خيرها في غيرها دابا درس وليداتنا اللي طالعين هما اللي غادي يعطيو لنا كاس باذن الله تعالى احنا ما كناش كنتوقعوا يعني هذا الخروج ديالنا بهذه الطريقه هذه ولكن على اي فاللي بغيت نوصل واحد الميساج لكاع المغاربه كاملين واللي تبعنا هذا المونديال اللي عطاونا واحد الصوره اللي ربما ما كنظنش انها غتعاود في الجيل ديالنا او للجيل اللي القادم فاللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان الجمهور المغربي يستقبل هذا الملاعبيه بواحد الروح بواحد الحب كما كنا كنشوفوا المقاهي والشوارع كتخرج خصنا نشوفوا هذه الرساله وهذا الحب للجماهيرين لهذ ليكيب هذه لان صراحه مهما قلنا فقليل في الحق ديالهم ربما الا جينا التاريخ ولا افريقيا عربيا ما غنلقاو حتى شي فريق هز الرايه ديال البلاد هز الرايه ديال اولا المسلمين ثانيا ديال العرب ثالثا ديال افريقيا فتحيه لهم تحيه لهم كبيره 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 الركراكي ما عندنا ما نقولوا فيه تبارك الله عليه فرح الشعب وفرح المغاربه كاملين وكما تنقولوا فرح الافريقيا وفرح العرب كاملين دونك الله يوفقهم والله يعاونهم وتبارك الله عليهم لعبوا مزيان وحنا راضيين بهذا المربع الذهبي اللي وصلنا ليه وتنتمنوا ان شاء الله مستقبلا يكون كاس افريقيا وبزاف ديال الحوايج يكون زوينين ان شاء الله في مستقبلا اولا السلام عليكم تشكر كاع الزملاء الاعلاميين اللي حطوا بالتغطيه لمشاركه المنتخب الوطني في كاس العالم قطر 2022 مقابل اليوم صراحه كانت مقابله مشرفه ما ينقصنا النزعه الهجوميه لكن مشاهدنا على مجموعه من اللاعبين هو الهيا تبقى مشاركه مشرفه نتمنى لهم ان شاء الله مزيدا من التوفيق ان شاء الله في مشاركات اخرى برافو الدراري داروا اللي عليهم بالصحه والعافيه وشكرا جزيلا الله يحفظك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.